أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء تنبيه سري المفعول خلال أمسية اليوم عن تواصل تهطل الأمطار على المرتفعات الداخلية الشرقية. ما خلال يوم الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما سحب ركامية مطرة، الأمطار ستزداد غزارة وتكون تحت وقع رعود على شكل زخات، ستخص خلال أمسية الغد الهضاب العليا الغربية والوسطى، بعض الأمطار المتفرقة ستتهاطل على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية، ننتظر رعود منعزلة وآخر نهار ستخص مرتفعات الهوغار والتاسيلي. خلال ليلة اليوم إن شاء الله وخاصة صبيحة الغد درجات الحرارة الدنيا لن تتعدى 20 درجة على المناطق الشمالية، ننتظر 24 درجة على كل من غردية كذلك بشار وأيضا تندوف، 30 درجة على الصحراء الوسطى لن تتعدى 27 درجة على مرتفعات الهوغار والتاسيلي. أما عن ظهيرة الغد فدرجات الحرارة القصوى إن شاء الله تصل إلى غاية 34 درجة كالمقياس على غليزان ومعسكر وحتى على سيدي بلعباس، ننتظر 26 درجة على العاصمة، 38 درجة على كل من غردية وبشار، 35 درجة على تندوف، 39 درجة على التمنرة، سترتفع إلى غاية 44 درجة على كل من أدرار، تيميمون، برج باجي مختار وحتى على إنقزام. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى دائما قليل الاضطراب تقريبا على كافة السواحل، الرياح ضعيفة شرقا لكن معتدلة على السواحل الوسطى والسواحل الغربية. أما البقية تقول إن شاء الله دائما أجواء غائمة، سحب رعدية إن شاء الله ستخص تقريبا جل المناطق الشمالية، احتمال لبعض الزخات من المطار على السواحل الوسطى والغربية وكذلك المرتفعات والهضاب وحتى على مرتفعات الهوغار والتاسيلي، لكن درجات الحرارة سترتفع تقريبا على جل المناطق الشمالية مع نسبة رطوبة عالية. خلال نهاية الأسبوع كذلك نفس الوضعية الجوية، عدا سحب من النوع العالي ستنتشر على السواحل الوسطى والغربية، دائما تواصل لبعض التساقط من الأمطار على المرتفعات الداخلية والواجهة الساحلية الشرقية، نفس الأجواء على مرتفعات الهوغار والتاسيلي. خلال بداية الأسبوع القادم دائما نسبة رطوبة عالية مع سحب ركامية مطرة، بعض الأمطار المتفرقة ستخص السواحل وكذلك المرتفعات الداخلية خاصة الوسطى وكذلك الغربية، نفس الأجواء على الجنوب. غروب الشمس ليوم الغد الخميس إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 8:04. أمسية طيبة للجميع في أمان الله.